أعود في البداية باسم مركز التاكل المشترك من أجل الديمقراطية والسلم، وباسم ساكنة ناظور نشكر كل الذين ساهموا معنا للوصول إلى هذه الدورة الرابعة. رئيس الدورة رغم أنه صاحب الدار الأخ والصديق عبد السلام صديقي الذي لم يبخل عنا لا بوقته ولا بعلاقاته التي أساسية لتثبيت الثقة بين ممولين ومدعمين. السيد والي الجهة الشرقية الذي رسم لنا لوحة إيجابية وأفاق جميلة لهذا المهرجان. السيد العامل الرجل الهادئ والحكيم وكافة فريقي الذين فتحوا لنا الأبواب ليل نهار ولم يبخلوا عنا بما كان بمقدورهم في تقديمه لهذا المهرجان. ونشكر باسمي كل من ذكرتهم من ممولين الذين بدونهم لا يمكننا الوصول إلى هذه الدورة. ونشكر كذلك باسم كل من ذكرتهم ممولين كما قلت وكل الذين تجثموا عناء السفر للوصول إلى هنا، بعضهم قطع أزيد من 2023 ألف كيلومتر. أيها السادة والسيدات، من أجمل الحكم التي قرأتها بين الدورتين الحكمة القائلة أن المستقبل لهؤلاء الذين يثقون بجمال أحلامهم، ولأن لا أحد يمكن أن يحرص على أحلامنا أكثر من أولئك الذين يشتغلون على الصوت والصورة، أولئك الذين نسميهم برجال الفن السابع. لذا عندما قلت من هنا في افتتاح الدورة الأولى أن للسينما رب يحميها، كنت أتحدث عن أحلامنا الجميلة التي نريد تحقيقها. كنت أدعو رب العالمين أن يحرص أحلامنا الجميلة، تلك الأحلام التي بالنسبة لنا طريق لرسم مستقبل خالي من ثقل الماضي، من الحروب، من الكراهية، من الأحقاد والضغائن. المستقبل المبني على احترام الكينونة وكرامة الناس أيما كانوا، أينما كانوا، أيما عبدوا، أيما اعتقدوا. المستقبل الذي يسمح لبني البشر بالتعبير الحر عن أفكارهم وعن أحلامهم الجميلة. عندما قررنا في مركز الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم الرهان على السينما، لم نفكر بالرهان على وقت السادة، بل كنا على يقين أن راهنا على السير ممتنع. والسؤال اليوم، كيف يمكن أن نحترم السينما والسينمائيين ونوصل الخطاب الذي نريده إلى الناس؟ الأمر ليس سهلا، خاصة وأن التيمة التي نشتغل عليها تيمة صعبة جدا، وتسهل على الذي أمامك أن يتيمك بما أراد من النعوت التي غالبا ما تكون محملة بالإيديولوجيا. لأن الذاكرة في نهاية المطاف هي الماضي الذي لا يريد أن يمضي، وبما أن كذلك فالاشتغال عليها عادة ما يكون مزعجا للذين يخافون من الانفتاح على المستقبل من خلال الماضي، يكون مزعجا ومخيفا للمرتدين المتشبثين بالماضي فقط، أو الذين يريدون جرنا إلى الوراء، يخيف كل غير مؤمن بالعقل وإنجازات من يحتكمون إليه. السيدات والسادة، أحلام إفريقيا أكبر من حجمها، لكن ثقل الماضي يثقل خطواتها نحو تحقيق أحلامها الجميلة. وغياب الديمقراطية في جل بلدانها يزيد من هذا الثقل، وتفاقم المشاكل، البطالة والتعليم والشغل يغرقها لتفيض بشرا على ضفاف المتوسط. هذا المتوسط الذي جل بلدان ممن لا تريد النظر إلى مشاكل رهن إفريقيا بمنظار العداء الانتقالي المكيفة. المؤسسة لمستقبل إفريقي متوسطي يعالج ماضي الانتهاكات ليصبح بإمكان نموذجيا لحل أزمات الذاكرة المشتركة التي تتمظهر بمظاهر كثيرة ولا تجد من الصراخ الذي يمكن أن يثير انتباه البشرية إليها إلا الغرق في المتوسط الشبه المعتمد. البحيرة التي هي للكثيرين في إفريقيا الحدود المائية بين بلدان الحروب والأزمات والويلات وبلدان الشمال. أيها السادة والسيدات، السينمائيون من الفنانين الذين يمكن لهم أن يرسموا لنا بالصوت والصورة خارطة الإنهاء مع ثقل المرحلة الاستعمارية، ويرسموا فوجة الأمل للكثير من الأفارقة مما يعيشون أزمات شبه مماثلة في الضفة الشمالية. سنستمر أيها السادة والسيدات متشبثين بالاقتراب من السينمائيين إن رحبوا بنا والاستماع إليهم والاحتفاء بهم، بغية التأسيس لفضاء يجمعنا نحن الحقوقيين
والسينمائيين والسياسيين والأكاديميين للدفاع عن أقدس المقدسات التي هي كرامة البشر. يمكن لكم أن تعتبروا مركز الذاكرة المشترك من أجل الديمقراطية والسلم بمثابة النواة الأولى لهذا الفضاء، ومدينة الناظور مدينة حاضنة للمختلفين من بني البشر مهما كانت ديانتهم وأفكارهم وإيديولوجيتهم وأحلامهم وأوهامهم، تأوينا سنويا وتساهم في الاقتراب بيننا، إلى أن ذلك يساد السيدات يتطلب مزيدا من الشجاعة على القائمين على الفعل السينمائي ببلادنا، ويتطلب ابتعاد عن الأوهام والإيديولوجيا كشرط للتفاعل مع هذا المهرجان. ختاما يساد السيدات، عاشت السينما كتعبير جميل عن أحلامنا، عاشت السينما التي تحمينا من نزوحنا إلى المس بكرامة الناس، عاشت السينما التي تجعل نحلم ونشتغل من أجل مستقبل ظاهر، وليبقى رب العالمين حاميها وحامينا. شكرا لكم.